في سياق بلورة نهج التواصل المنتظم بين الإدارة المركزية والمرافق الجهوية والإقليمية، تم انعقاد اليوم بالرباط الدورة 37 للجمع السنوي للنواب الجهويين والإقليميين والمكلفين بالمكاتب المحلية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. اليوم اللي مطلوب منا في هذا الجمع السنوي وهو الانخراط في المخطط الحكومي اللي هو مقرر، واللي قطاع المقاومة وجيش التحرير ينبغي أن يتبوأ فيه المكانة ديالو من خلال واحد العدد الأوراش ديال الإصلاحات اللي هي مرسومة. بادرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى اقتراح زيادة في قيمة منحة التعويض الإجمالي من 840 درهم إلى 1500 درهم بالنسبة للمقاومين، ومن 1250 درهم إلى 2000 درهم لأرامل الشهداء. تعتبر هذه الدورة 37 لهذا الجمع السنوي الذي تتمحور موضوعاته حول ما تحقق إنجازه بالنسبة للوطن ككل. وفيما يتعلق بجهة العيون بجدور الساقية الحمراء، فلقد تحقق الكثير من المنجزات فيما يتعلق بالتغطية الصحية التي استفاد منها سائر المنتمين لهذا القطاع. تحرص المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تدبير الشأن العام للذاكرة الوطنية بمهام جديدة تتوخى صيانة التراث النضالي وإشاعة رسالة الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير في أوساط الأجيال الناشئة، للتعريف بملامحها وبطولاتها وبالمحطات البارزة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.